سالي بعد ما يكون مستر جيم كده مش تاني ولا فيديو جديد في حلقة اليوم باش نكملو السيري بتاع سوني فيجاس برو 13 باش نكملو كده هاد ما تكون وقتكم باش نعرفهم كل شيء ان شاء الله في سوني فيجاس برو وما تخرجوا كان متعلمينها على قواعدها وعلى اصولها وعلى كل شيء. دونك اليوم باش نوريكم كيفاش تنحيو التشتشات بتاع الميكروفون هذاك كل الاصوات هذيك هذا اليوم باش نوريكم كيفاش تنحيوه. دونك كانت حاجة نعملوها لسوني فيجاس برو 13 كده هذا انتر الاورو نختاروا اللي هاشتنا بيه ندوس اللي هاشتنا بيه انا مثلا هاشتي كان بال تعرف معناتها طرفة صغيرة هاشتي بيدي. دونك هذا هو الصوت هذا هو الصوت نجيب لهنا ونمشيو بورد دو بروي هذيك اجوتي اوكي. دونك جينا هذي هنا نحطو الى 49 الى 49 هيك الى 49 ما تفاصل قديه مش مهم مفيد الى 49 هنا نحطو واحد وهنا نحطو 1000. بعد ما حطينا هذا نحطو لهنا وخليو سونتيتر اللي ما عندوش اللي مختارتلو مثل كيما هكا تحطو سونتيتر بدلو بالطبيعة ألف هنا إلى 49 كيف ما هكاكا بيه نخرجو كيف ما هكا نبداو فيديو مثلا نخرجوه من الأول. السلام عليكم مستر جيم كاد مش متاعنا ولا فيديو جديد في حلقة ما باش نوريكم باش نكملو بتبيع السيري متاعنا في الرحلة. دونك كيف ما سمعتو ما فما حتى صوت للتشتاشات معناتها ولا حاجة صافية هكا اسمو. السلام عليكم مستر جيم كاد مش متاعنا ولا فيديو جديد في حلقة ما باش نوريكم كيف ما سمعتوا ما فما حتى صوت للتشتشات لحتى هيا. دونك تو نوصل لاخر الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله تكون استمتعت بيه. ما تنساوش اللايك كومنتير شير وسبسكرايب للشين تاعي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو غدوة. سلام.